على أقساط في الجورني، يعني كل ساعتين ثلاثة ماذا بينا نعطيوه يشرب، سواء الماء ولا السوائل الكل، فهمت؟ ودونك وماذا بينا زاد ما نحطوش في بقعة اللي سخونة ياسر ياسر، يعني مكان محصور فيه الهواء ما تلقاش يعني متهوي، مكان يلزمه متهوي. علاش لا اذا امكانيات يكون كليماتيزي البقعه اللي يكون فيها كليماتيزي؟ انا نتصور الهواء الخاصه كما ابانا المسنين تلهاو بينا ونحن صغار، لازمنا نحن نتلهاو بهم وهم كبار. بون فما الهواء خاصه كل واحد كيفاش، فهمني؟ انا نتصور الهواء خاصه لازم واحد يهز والديه شويه البحر شويه كذا، فهمني؟ زاد فما ماكلة مخصصة في الصيف، فهمتني ولا لا، للناس الكبار هذوما، وما نحاولوش نتعبوهم لو ماكسيموم وكاهو. نلهو بهم كيما صغير بالضبط، نشوفو المسخانة، ما ياكلوش كل شيء، ياكلوا حاجات خاصة، مش الماكلة الكل، واللي عنده سكر ولا طونسيون زاد عنده لهوة خاصة لازمنا نتلاهو بيهم نخرجوهم. اون سو كومبورت افيك او كوم جونغ كوم سي سيتي دي بيبي فريمون، سو سون ايزون بزوان دو نو زوتر. في السخانة يلزم ديما تتفقدهم، يلزم معناها ما تخليهمش وحدهم، سيرتو ما يلزمش الوالدين يبقوا وحدهم، على خاطر فما لهوة خاصة كيف شرب الماء في السخانة ولا التمبيراتور ولا حاجات كيما هكا، فهمت؟ وديما الاتصال بالوالدين ديما عنده ان في تاع الصحه معناتها فلا حتى بسيكولوجيك، معناتها تحس اللي هي اونتوري ماهيش وحدها. بطبيعه الحال نتلاو بهم في صحتهم، في هندامهم، في اكل، في الاكل نتاعهم، في توسكي، معناها تلقاهم حصاله صح. انت تقول لهم مثلا اكل حاجه هما ما يحبوهاش، علاش ما يحبوهاش؟ خاطر ما عادش يعرفوا شنو اللي يناسبهم وشنو ما يناسبهمش. باش يحضر معنا الدكتور في الحصه يحكي على الموضوع هذا، عندك شي هكا سؤال تحب تساله له؟ والله نقول له بالنسبه نقول له شنو هي الامراض اللي يعني اللي اكثر من غيرها، اللي خاصه عندك ضغط الدم، عندك السكر، عندك امراض معينه، شنو هي مثلا يعني اللي زيفي نتاع الامراض السيف على الامراض هذه؟ شنو هي مثلا الماكله اللي ياكلوها؟ كيفاش نتولهوا بهم اكثر؟ السؤال هو الانعكاس، معناها توا في اوروبا ولات لوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل باش ما تخرجش من لونفيرونمون نتاعها، على خاطر الانسان كي يكبر كي تخرجوا من لونفيرونمون نتاعو عنده انعكاس سلبي على الصحه معناها العام. هذا يلزم في تونس نمشوا في التوجه هذا لوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل. نحب نعرف اسكو الحلبه في السيف عندها منفعه للناس الكبار والا لا؟ كيفاش نجموا نوفروا لهم السبل الراحه قد الامكان واللي حسب الامكانيات اللي عندنا. نرجع بالحق سعداء بثقافة التونسي، بوعي التونسي، حسينا انه عنده برشا معلومات، وحتى الاسئلة اللي طرحت معناها باهية الاسئلة. دكتورة تعليقك على شيء؟ كما قلت انت من ثقافة تونسية باهية وبرشا وعي، وشيء يفرح اللي فما عباد معناتها يسون كونسيون برشا حاجات وقالوا حاجات اللي هما معقوله جدا جدا. بالنسبه للاسئله باه مش نبدا بالسؤال الاخير اللي قال برشا في اوروبا باش ما يخرجوش المريض ولا المسن من دارو، شو كون ابل لوسبيتاليزاسيون ا دوميستيل، معناتها يعملوا له نوع من العلاج في الدار ولا لا شادي ولا. حبيت نقول لي في تونس موجوده ولا دونك اون لا بوسيبيليتي باش نعملوا الشيء هذايا في تونس. فما دي سوسيتي، فما برشا حاجات اللي نجم المريض كيبدا نخليوه في الدار، موجودين فقط في يعني المراكز الخاصه في المراكز والا في المستشفيات العموميه؟ في المراكز الخاصه موجوده. اما حبيت نقول اللي ماهوش زاده هو راهو الحل، معناتها مش ديما هو الحل الاحسن، راهو خاطر برشا عباد يسخيبوه، خاطر ينجم يكون الحل هو الاحسن. مثلا بوغ العباد اللي عندهم لا مالادي دالزايمر، معناتها فقد الذاكره وكل هذوما عباد فيهم عندنا برشا مشاكل، كي رقدوهم في انفيرونمون غريب عليهم صحيح يتغير في محيط بعيد عليهم ماهوش مستانسين بيه، نخافوا الامراض نتاعهم تزيد تتعكر اكثر ولا. فما دي سيتياسيون سي فري اللي ماذا بيك تخليه في دارو والدوي في دارو احسن برشا، مي فما
دي كونديسيون هما امراض اللي اوني اوبليجي ما نجموش نعملوا الرعايه اللي تصير في المستشفيات ولا في المصلحات العموميه ما نجموش نعملوها في المنزل مع كل اسف اوني اوبليجي باش هذه حاجه بحاجه سؤال مهم برشا زيد جاي دكتوره تاثير ارتفاع درجه الحراره وفصل الصيف على جسم المسن وقت اللي يكون عنده امراض مزمنه بالنسبة للأمراض المزمنة بالطبع فصل الصيف درجة الحرارة تغير نمط الحياة في الصيف في تونس معناتها في تونس ولا في اون جينيرال يخلي اللي الأمراض المزمنة لهوة بهم تكون بارفوا فيها اون فاي فيها مشكلة أول حاجة مثلا لا بريز دي ميديكامون لازم ياخذ الدواء نتاعو نعم سوفون في الصيف شنو يصير؟ يولي يقوم ماهوش في وقته يرقد ماهوش في وقته سهريات يخرج ينسى دواه نلقاو برشا عباد كبار يمشيو يصيفوا بحدا ولادهم ولا ما يهزش دواه معاه دو كاين الصيف حتى نفسانيا بارفوا تحسوا بسيكولوجيكمون يحس روحو اون فاكونس وفي عطله في عطله اون فاكونس ولا كاينه عنده الحق في البوز هذيك بارفوا هو يقول لك لا مشيت لدرب انت ولا دار ولدي وما مشيت, مشيت على اربع ايام انا وكل وقلت يا توكي نرجع معناتها فما شويه معناتها ماهو باغفوا ماهوش اللي با في اكسبري ماهوش تهاون في حد ذاته مي راهو واحد ياخذ الدواء بصفه مستمره كل يوم كل يوم معناتها ماهوش حاجه سهله باش هذا اكسبتي دونك ساعه ساعه مي هذه حاجه ماهيش باهيه بالكل بالكل على خاطر توقيف الدويات نتاع الامراض المزمنه مرض السكر ولا مرض ضغط الدم معناتها نجم ينجر عنده انعكاسات خطيره جدا على صحته. دكتوره في النقطه هذه يقال انه ما نعرفش الامراض المزمنة تجي تحت العنوان هذا وإلا لا ولكن يقولوا أنه فما برشا أمراض وقت اللي ما ناخذوا لهمش الأدوية وإلا ناخذوا كونجي وحدنا متاع جمعة المرض متاعنا يعمل وقاية ضد الأدوية هذيك وما عادش تعطي لفي متاعها لا مش صحيح ممكن يمشي مع توبركلوز اكثر لا لا يمشي مع حاجات يمشي مع حاجات اخرى هذوك مع المضادات الحيويه لي زانتيبيوتيك تو سا لا بالنسبه للامراض المزمنه با دو تو او كونترير معناتها واحد عنده السكر ولا يزرق في الانسولين ولا عنده دويا نتاع التونسيون نتاعو معناتها مش معقول ولا باش يوقفوا دفاسون في الصيف ولا في الشتاء راهو هذا الي فالابل في الصيف ولا في الشتاء دونك لا بريز دي ميديكامون ولا ريغولاريتي وهذا هذا توا لو رول معناتها هذا دور العباد الكل معناتها دور العباد اللي عايش العائله اللي عايشة اللي عايشة مع العبد الكبير كان العبد الكبير هذايا نقولوا احنا اوتونوم معناتها ذهنيا لاباس عليه ومستانس ياخذ دواياته وحده وكل شيء ما فيها باس ساعه ساعه هم عباد منظمين كل مونجيلا دونك يا با بروبليم هذوكم فيهم من المستحيلات ما ينسى لك كل شيء ما ينساش دواه هذا فما موجود منه اوغوزمون دايوغ عندنا برشا اللي من صحتهم قبل كل شيء وفما عباد اللي تعرفهم انت ساعه ساعه يتجاوزوا كده على ساعة ساعة يتجاوز ولا ينسى ولا كل شيء فيها بيس هما حد آخر اللي يعمل له غول دو سورفيون كما يقولوا إيه سورفي ما غير ما تحسوا حتى ما غير ما تحسوا أنت تراقب ما تفيق بيه خذ الدواء نتاعو ما خذاش ومانيش نحكي عادة بيان سور على العباد اللي عندهم مشاكل ذهنية ولا عندهم نوع نتاع فقدان ذاكرة حتى في البداية نتاعو لازم يكون راهو فقدان ذاكرة في المراحل المتقدمة ساعة ساعة من الأول بالكل مازلنا في الفاز دو ديبو هذوك هما اللي يخوفوا أكثر أكثر عباد كي نو بوز بروبليم العباد اللي عندهم دي بروبليم دو ميموار واللي مازلنا لو دياغنوستيك كيما يقولوا مازال ماهوش واضح هذوكم عندهم امراض اخرى باغايور وهذوكم دي جون كي اوبلي ينسوا برشا برشا دواياتهم دكتوره تمت الاشاره لنقطه مهمه برشا اللي هي الجانب النفسي قالوا فما شكون قال لازم نعملوهم كيما الصغار فما شكون قال هما في حاجه لينا برشا لازم نحوسوا بهم ونفرهدوهم ونقربوا منهم ويكونوا اصدقاء لينا وكل شيء كلمه كيما الصغار ما عجبتنيش حتى انا زيد برشا يقولوها الكلمه هذيا فسر لنا يندرى المسن يحس اللي احنا نعاملوا فيه وكانه بيبي وتقلقوا نفسانيا ولا والى اي مدى يا دكتوره استقرار نفسي للمسن يرجع ليه بالفايده ما نقولوش يبريه ولكن يخليه متفائل في الحياه هي هو الادشاء معناتها الديفينيسيون تاع الصحة في المنظمة العالمية للصحة تقول الصحة البدنية معناتها الفيزيك والصحة الذهنية لو مورال اي وصدقني ما ثم حتى شيء ما نجمو نحسنوا الفيزيك كان لو مورال يبدا به نعم هذه سي فالابل للعباد كلها مسنين وغير مسنين وخصوصا السيتياسيون هذه اللي انكور اكثر كان عند المسنين ما عندكش فكرة العبد الكبير المرأة الكبيرة والراجل الكبير نجم يجيك مريض
قول انت الامراض الكل عنده ودويات وشكاره دويات غيان كل المغال نتاعو كتلقاه مغال مو لاباس عليه والشيخ فرحان ويلي الاكسبت لا 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 فيياس نتاعو الي ايبانوي ولا ليبانويسمون هذاك هو معناتها الحياه نتاعو يحس فيها عنده ان بينيفيس يحس روحه عايش والشيخ وعنده اهداف وعنده عنده برامج وعنده مشاريع اي تو سا غيان نوفو لو نويو فاميليال نرجعوا النوايات الاساسيه هي الاسره معناتها العباد اللي يسون انتوري اللي عندهم ولادهم وعندهم ولاد ولادهم واللي وعندهم معناتها اصحابهم وحبابهم ويخرجوا ويمشيوا هذوك هما العباد مالغري مالادي مانيش نقول الناس ماهمش مرضى نجم يكونوا مرضى افيك بارفوا ميم دي مالادي لوغد حتى دي مالادي نوع نتاع دي كانسير ويعملوا في الشيميوثيرابي وتلقاهم لو مورال اي لي بون خاطر يسون بيان انتوري معناتها لو كوتي مورال لو كوتي سوسيال عند الكبير كيما قالوا قبيليك نخرجوه ما نحسبوش كيف ان بيبي الى يحس دكتوره هو اللي احنا نعملوه ساعات البيبي ما يسمعش نخليوه يحس هو شخص في حد ذاته مستقل عنده هو. مستقل اوتونوم عنده عمل الى كيفاش نقولوها الى غولي سابوس عمل حياته ولا مانو معناتها اون لو ريسبكت ونعطيوه قيمته بالعكس كوم كوم تلك لي ماهوش هو ماناش باش نعملوا احنا مجهود باش نحسبوه كالبيبي ولا نحسبوه كيدرا شنو ولا نحسبوه لا لا يلفو سكيلفو معناتها ونعطيوه قيمته كيما هو ونتعاملوا معاه معناتها كانسان اونتر كيمي عادي ما لازمناش نحطوه في اطار غير عادي ولا عاجز ولا عاجز ولا خاطره كبير ولا بالعكس معناتها قد ما تحسسهم اللي لازم يكون كاينه اون كونتينيتي الحياه متواصله كيما قبل كيما بصفه عاديه وناخذوا احنا احتياطات بصفه ذكيه ولا ما غير ما هو تحسوا فيهم معناتها اللي انت ما عادش تعمل هكا وما عادش تمشي للبقعه هذيك لا 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 معناتها والله يعطيك الصحه دكتوره لانه مهم برشا انه نتعاملوا مع الناس الكل سورتو اللي يكون عندهم ظروف صحيه معينه معناها هوني ربما النصيحه تشمل كل الناس حتى لو كان يكون كهل والا شاب وعنده مشكله معينه مثلا معوق والا اي شيء وقت اللي نعملوه باكثر حب وباكثر انتباه راه نزيدوا نعقدوه نزيدوا نقلقوه معناها يلزمنا نعاملوه بصفه عاديه جدا يحس روحه اللي هو في علاقه عاديه مع الاخر ماهوش وكانه معناها مسلطين عليه الاضواء اكثر من غيره ولا ينبيه وذا حاجه تقلق له نفسيته برشا. جزيل الشكر ليك دكتوره ايمان القسنطيني مختصه في الطب الباطني وطب الشيخوخه بارك الله فيك على كل النصائح اللي قدمتها لنا. شكرا ليك على قبول دعوه الحضور معنا. ميرسي بوكو رمضانك مبروك كل عام وانت بخير دكتوره يفضلك. مازلنا مواصلين مشاهدينا بعد قليل نستقبلوا ضيف اخر يحضر معنا اليوم وعنا ما نحكيو قبل هذايا نعطيكم فكره على اخر اخبار النجوم في الوطن العربي وراجعين. عسلامة ومرحبا بكم في روبريك ستار نيوز ونبداو جولتنا لليوم مع آخر أخبار أهل الفن المصري واللي متقلقين من فوز الإخوان المسلمين وهذا الشيء اللي خلى جماعة الإخوان وعلى رأسهم سيد درويش مسؤول اللجنة الفنية في الجماعة يبعث برسائل طمأن المختلف الفنانين كما أضاف إنهم يسعوا لإقامة لقاء كبير يجتمع فيه كل الفنانين باش يتفقوا على طريقة يستعد فيها لون الفن المصري. نبقى ديما في مصر حيث نفت الفنانة المصرية منى زكي الأخبار اللي تناولتها المواقع الفنية مؤخرا حول تجسيدها شخصية زوجة علاء مبارك في فيلم سينمائي وقالت إنها ما تلقت حتى عرض من أي شركة سواء كانت مصرية أو قطرية. وبعد عملية الاختطاف اللي تعرضت لها الممثلة المصرية منى فضالي ذكرت والدة الفنانة في تصريح انه بدأت ترجع لحياتها الاجتماعية والفنية بعد الحادثة هذه وهذا الشيء اللي خلاها تتناول بعض الأدوية لمواجهة الصدمة النفسية اللي تعرضت لها وقالت انه منى عادت لتصوير بقية مشاهدها من الأعمال اللي تشارك فيها واللي وصل عددها الخمسة مسلسلات وباش تتعرض في شهر رمضان. وتوا خلينا نعملوا طلع على الوسط الفني في لبنان ونشوفوا شنو جديد. جديد انه الخلاف اللي ظهر مؤخرا حول معجب الفنانة نوال الزغبي والفنانة إليسا صرحت الفنانة نوال انها ماهيش مسؤولة على الكلام اللي تقاله. قالت هذه مجموعة من المحبين لكن يلزمهم يعرفوا وقتاش يدافعوا عليا. كما قالت صحيح انه المنافسة موجودة في الوسط الفني لكن هذا ما يعنيش انه اهل الفن غارقين في ساحة حرب
والصداقات موجودة. وبعد نجاح مختلف تجارب تقديم البرامج من قبل بعض الفنانات كيما لطيفة أسالة وأروى وغيرهم، تأكد مؤخرا أنه هيفا وهبي مش باش تقوم بتقديم برنامج The Voice، حيث أكد مكتب الفنانة هيفا أنه تم الرفض تماما، والبرنامج هذا متخصص باكتشاف القدرات الغنائية الاستثنائية، والمتوقع أنه تكون لجنة التحكيم متكونة من عاصي الحلاني وصابر باعي وكاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب.